Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель стоящих в сентябре парламентских выборов للسيدة Меркель فريدة لأنها تنوي بعد الانتخابات ترك منصبها منصب المستشارة لكننا نرحب دائما بزيارتها إلى روسيا ويدعو للاحترام أن السيدة ميركل تترأس حكومة الجمهورية الاتحادية منذ 16 سنة وتقود واحدة من أكبر الدول الأوروبية وهي من أهم السياسيين الأوروبيين والعالميين. خلال السنوات الطويلة من العمل المشترك وثقنا أواصر الروابط وناقشنا المسائل ذات الاهتمام الثنائي وحاولنا تنسيق مواقفنا في السياسة العالمية. مواقفنا كانت تختلف أحيانا لكن الحوار دائما كان صريحا يتوجه إلى إيجاد الحلول الوسط وحل أعقد المسائل. روسيا من أهم الشركاء لروسيا في المجالين السياسي والاقتصادي. فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين فرغم جائحة الفيروس التاجي الذي يعرقل استعادة الاتصالات في مجال الأعمال التبادل التجاري تزايد واقترب زيادة إلى 33% ووصلت إلى 21 مليار دولار في السنوات.